قالت له مين قال لك ان اللي في بطني ده ابنك؟ هو انت راجل اصلا؟ كلمه طبعا. ايه ايه، مسك السكينه فتح بطن مراته، نزل العيل رغم ان كان بقاله اسبوع على الولاده. اهلا بكم. انا بركز على الحياه الاسريه وعلى المشاكل الزوجيه. مفيش شك، وانا عمري ما بهاجم المراه، بالعكس ده النصايح كلها للمراه عشان تعدل من سلوكها، تتعلم من الحالات اللي انا بقدمها عشان تصلح حالها داخل بيتها، فينصلح حال الاسره، فينصلح حال المجتمع كله. لان النواهي الاولى، الترس اللي في العاجله الاولى هي الاسره. يعني مصر كلها اول ترس فيها هي الاسره المصريه. طب مين النواهي اللي جوه الترس؟ المراه مش الراجل. طيب اذا صلحوا حال المراه الترس كله هيتحل حال، الحاله الانتاجيه بتاع مصر كلها هتصلح حالها. النواهي الاولى هي المراه. المراه مش نص المجتمع، ده هي المجتمع كله. المراه فوق دماغي عشان بيقول انا بهاجم المراه. انا بهاجم المراه لاني بحب المراه، انا بهاجم المراه لمصلحه المراه، انا بهاجم المراه لمصلحتها مع جوزها والحياه الاسريه، مش بهاجم المراه لاني بكرهها، لان انا اصلا امي ست واختي ست وزوجتي ست وحياتي، ما اقدرش ابقى منفصل عن الستات، فكيف تتهموني ان انا عدو المراه؟ انا محب للمراه جدا، لان عارف ان اكتر واحده بتتعب في الحياه مش الزوج اللي بيشتغل بره، ده الست اللي بتتعب جوه البيت، هي اللي بتشتغل قد الزوج 100 مره، واللي يقول غير كده اقول له انت راجل كذاب. الزوجه في بيتها بتشتغل قد الراجل 100 مره، نظافه وغسيل وتجهيز اكل وتحمل شقا زوج وتعب زوج وشقا اولاد ومذاكره اولاد وتغيير ملابس اولاد، ايه ده كله؟ وفي الاخر الزوج يجي من بره يخلع هدومه يقول لها فين الاكل ويتنرفز عليها. لا يا اخي، ده مش جاريه جايه تخدمك، دي إنسانة لها طاقة زيك. فأنا مع المرأة، ولكن أنا برشدها للصح، بنصحها. النهاردة بحكي قصة غادة ومحمد سعد. غادة من محافظة الفيوم، ومحمد سعد من عزبة اسمها عزبة عزرائيل بالهرم الجيزة. وش كده عشان العنوان تبقى صريحة، لأنه درس مهم جدا بيحصل في كل البيوت المصرية، وهقدم لكم الدليل. هو من عزبة عزرائيل بالهرم الجيزة، لكن أمه من الفيوم، فبيدور على عروسة. قالت له يا ابني أنا عندي واحدة، هو متجوز من الهرم، فيش أحسن من الجواز يا ابني من المحافظات البعيدة الصعيدة الحلوين. ده أنا ليا واحدة قريبتي اسمها غادة، بنت عندها 18 سنة زي القمر، خطها صغيرة ربيها على ايديك. قال لها ماله يا أمي؟ ومال؟ أروح أشوفها. راح الفيوم، شاف غادة، انبهر بجمالها، قال هجوزها يا أمي. ابوها وامها قالوا يا ابني لسه صغيره 18 سنه، تعرف بيت ولا تعرف تخلف ولا تعرف تربي عيال ولا تاخد بالها من جوزها ولا حرام؟ قالوا هذا البنات بتتجوز على 14 و15 سنه، انتوا مش بتشوفوا برنامج حنفي السيد بيجيب زواج القاصات عند 14 شايل عيل؟ جوزوها وسطروا عليها، ودي واحد مش غريب، ده واحد من عيله امه يعني في بيتها. البنت فرحانه تلبس الفستان الفرح وهترقص فوافت العروسه واهلها وافوا. سنه واحده استمرت الجوازه. محمد سعد والده ساري شويه، فهو الولد بيشرب سجاير يخبط بالشمتين ولا بتاع، فابوه وامه عرفوا راحوا مودينه مصحه وعالجوه، الولد رجع ندمان على اللي هو عمله، وراحوا فتحوا له مشروع مول كبير ملابس، وبقى محله محل كلام الناس كله، والولد التزم وبقى مصلي وعشرة على عشرة والناس كلها بتحسده. قال له ده وش البت والله غاده هي اللي هدت، ووشها حلو عليه وباب السعد والدنيا كانت زي الفل. الجواز ما استمرش غير سنة، ايه اللي حصل؟ خلافات زي اي خلاف بيحصل بين زوج وزوج، بس احيانا الزوج، ودي النصيحة اللي انا والله العظيم يا جماعة ما غرض ان انا اسيء للزوج ابدا ولا اي ست، بس احيانا اللسان بيبقى عايز قطع شوية، احيانا اللسان بيبقى عايز الواحد يخيط بقه عليه، اللسان ده اللي هيودينا جهنم واحنا حاطين رجل على رجل. بتقول لي جوزها اديني مصاريف، طب هو متنرفز هو تعبان سيبه لما يهدى. قال لا معيش فلوس، انت كل شوية عشان انت حامل كل شوية هتقولي هات فلوس وهات فلوس، انا مش عايز اللي في بطنك. قالت له مين قال لك ان اللي في بطني ده ابنك؟ هو انت راجل اصلا؟ كلمة طبعا، ايه عفرة الراجل. بتقول لي جوزها هو اللي في بطني ده ابنك؟ هو انت راجل عشان تعرف تخلف اصلا؟
ويعدى 18 سنة لسانها اللي امها معرفتش تربيها كويس. الزوج ممكن يقبل اي حاجة الا ان حد يشكك في رجولته يقول له انت مش راجل. اما اللي بطنك ده ابن مين؟ ابن الجيران؟ ما انت معنى كيف بتتهمي نفسك بالزنا، بتتهمي نفسك بالخيانة، بتتهمي نفسك انت على علاقة مع اي رجل والسلام. نزل فيها ضرب طبعا، لقيت الامور مهدت ودخلوا الأسرة اللي هم قاعدين في عزبة عزرائيل بالهرم من الجيزة، غلطوه طبعا وخلوه بس على دماغها والأمور هدت وما فيش مشكلة. إزاي يا جماعة؟ مشكلة الزوجة المصرية إن هي لما بتعرف وجع جوزها بتضغط قوي، لما تعرف وجع جوزها بتضغط قوي، لما تعرف مشاكل جوزها واللي بيضايقه بتضغط عليها قوي لما تكون زعلانة. فهي عرفت ان اكتر حاجة بتغيظ جوزها الكلمتين دول، تقول له هات فلوس يقول لها حاضر، ما يدهاش تقول له خلاص اروح اشوف حد يصرف عليها من بره، وهي عندها 18 سنة. تخيل لما واحدة تقول لجوزها اديني فلوس يقول لها كمان شوية، تقول له خلاص اطلع اشوف حد يصرف علي. طب هيصرف عليك ليه؟ ما هو اكيد ان انت هتروح له البيت. اما هيصرف عليك من جملة، ما انت بصحيح اسمت راجل. اختار الالفاظ يا شيخ. هي عرفت وجع جوزها، مدام عرفت ان جوزها ده الموضوع اللي بيتعبه، مرة تشككه مرة تبغل تخليه يتجنن عشان تستفزه. صحيح اسرتها بتقصى طفلة صغيرة وما تعرفش، وعارفة ان جوزها بيتضايق من دي، فلما بيضايقها بيتضايق. لا، في فرق. الزوجة تتضرب ماشي، تتكسر ماشي، بس ما تخليش جوزها تحسسه بالعجز وانه مش راجل وان في راجل ممكن يصرف عليها وان اللي بطنها مش ابنها ده ابن واحد تاني. الا ده بالنسبة للزوج خط احمر لا يقبله اي راجل. اخر مره يتخانقوا مع بعض، ودي خناقات عاديه، ده اول سنه جواز. شيء طبيعي. شوف يا جماعه، برضو نصيحه لكل واحد مقبل على الزواج، ويا ريت اللي مقبل على الجواز يسمعني. اكتر سنه فيها مشاكل السنه الاولى للجواز. هي مش فاهماه وهو مش فاهمها، هي مش عارفه عاداته وهو مش عارف عاداتها، هي مش عارفه اخلاقه وطباعه وهو مش عارف اخلاقها وطباعها. شيء طبيعي. عبال ما يستسلموا مع بعض وينسجموا مع بعض بياخدوا فتره، هو يتعود عليها وعلى عيوبها وهي تتعود عليه وعلى عيوبه، ويبقى ده مجرد اكتشاف كل واحد الطرف الثاني، وبالتالي عبال ما يتعودوا بياخدوا سنه. شوف بقى قالت له ايه اخر مره لما اتخانقوا، بيقول لها يعني انا غلطت رغم ان هي قريبه امه، لما جبتك وانت في الفيوم من بيت قد كده وانا اللي من بيت كده، وخليتك ام وخليتك دلوقتي هتبقى ست البيت لما تخلفي اللي ببطنك. وهي كانت على فكره كان باقي لها اسبوع حسب كلام الدكتور على الولاده. وانا بشكر الرائد محمد الصغير رئيس بحث قسم الهرم في سرعه استجابته للبلاغ وحضوره. ايه اللي حصل؟ لما استفزها وعايرها انه اهلها اقل شانا من اهله، وان هو خلاها تبقى ام، قالت له ايه؟ قالت لزوجها، انا بجيب نص العباره، انت مش راجل ولو اعتمدت عليك عمري ما كنت هخلف. يعني دي بقى حد يفسرها لي، ليها معنى تاني لبنت عندها 18 سنه؟ اقراها تاني. قالت لجوزها ايه؟ انت مش راجل ولو اعتمدت عليك عمري ما كنت هخلف. تتفهم منها ايه دي؟ انا عايز حد بقى يقول لي. انا مش جاي في صف الراجل ابدا، والله انا في صف المرأة على طول، وبحبها جدا على طول، وبعشق المرأة على طول، لان عارف الشقة والتعب والمجهود اللي بتبذله المرأة. عشان كده انا بقول لها خلي بالك عشان ينصلح حالك وحال جوزك وحال البيت وحال الاسرة وحال المجتمع كله. لما بنت عندها 18 سنة بقول لجوزها انا لو اعتمدت عليك ما كنتش خلفت. اما انت اعتمدت على مين؟ اما اللي بطنك ده اعتمادك على مين؟ اعتمادك على ربنا تلاقي نفسك مخلفه الصبح، ولا اعتمادك على راجل قدر يخليك تخلفي او تحبلي او تحملي؟ كلمه قاسيه للزوج. قال لها انت بتقولي كده؟ عمل الزوج مسك السكينه فتح بطن مراته، نزل العيل رغم ان كان بقاله اسبوع على الولاده، لدرجه انها كانت بتصرخ، نزل امه فكت بالزغرط وبتقول غدا بتولد. نزلت لقت الولد في البط على الارض بيصرخ والبنت بتموت. عملت ايه يا عملت ايه يا محمد يا سعد؟ عملت ايه؟ قال لها موتت فتحت بطنه. بتقول لي انا لو اعتمدت عليك ما كنتش خلفت، ما كنتش ولدت ولا حملت.
كانت الزوجة في الشهر التاسع وكانت فرحانة بالمولود اللي هيجي، وكانت بتقول نفسي يكون بنت واسميها ريتاج. يعني كانت فرحانة ان بقى اسبوع على الولادة، والدكتور قال لي هتجيب بنت، وكانت فرحانة بقول هسميها ريتاج، وحددوا ميعاد الولادة بعد اسبوع. هو ولدها بالسكين، هو فتح بطنها بالسكين، الولد نزل يصرخ على الارض. انا عمري ما كنت قاسي وبقدم العذر للزوج واقول ان هو، حتى لو زوجي قالت له كده ما ينفعش ان اقتلها. ماتت رباه غادة، ايه اللي حصل؟ اتقبض عليك الرائد محمد الصغير، مجرد ما جاله البلاغ من الشارع والزعاء جه قبض على الزوج وهو واقف بالسكين. كل الجيران كانوا عايزين يموتوه، عارفين هلك ده بنت عندها 18 سنه، ده لما كانت بتقف في البلكونه وحد بيمشي بتجري تدخل جوه، كانت بتطلعش، كان لا يمكن تطلع الا مع ناديه. ناديه دي اللي هي ام محمد سعد، في الطلعه والنازله بتاخدها وتوديها، ما تخرجش لوحدها ابدا. وكانت مقيمه الصلاه، وكان كل الجيران بيشهدوا بيها وان هي طيبه وغلبانه وجايه من الصعيد الفيوم، ما حدش شكك في اخلاقها، كل الجيران قالوا عليها ممتازه ممتازه ممتازه، لكن اللسان من اللسان، اللسان قافت كل امراه، هي اللي بتضع جوزها، وهي اللي بتجيب تفشل اسرار جوزها، وهي اللي استفزت جوزها بالكلام، اشوف واحد يصرف عليا ولا تقول له انا اعتمدت عليك، ما كنتش خلفت او كنتش حملت، ومره تانية تقول له هو انت فاكر نفسك راجل؟ مين قال لك ان اللي في بطني ده ابنك؟ كلمه تستحق عليها العقاب، بس ما تستحقش عليها الموت يا اخي. اضربها، عرفها غلطها، خدها لامها وقول لهم ربوها من تاني، خدها لابوها وقول له انت عرفتش ربيها، لكن ما تقتلهاش، ده عندها 18 سنه حرام. من ضمن التحيات قال ايه؟ في خلال السنه اللي هو اتجوز فيها، كنت بشك في مراتي من البدايه، اراها كثيرا تتحدث في التليفون. طب انت يمكن بيتكلم امه في الفيوم، يمكن بيتكلم ابوه، 18 سنه في عزبه عزرائيل في الهرم الجيزه، عرفت مين هي؟ هي كانت عايشه اصلا في الهرم ده في الفيوم، جات عندك في عزبه عزرائيل، هتتعرف على مين وتكلم مين وهتشوف مين وهتروح فين وانت ساكن مع اهلك؟ كلهم بيشهدوا بيها وباخلاق غاد، لكن هو كان ليه رأي تاني، بس جزء من المسؤولية تتحمله غادة، لسانها اللي كانت بتقول لي جزءها كده. ممكن واحد يقول لي ما ممكن يكون بيتبلى عليها واحنا كنا عايشين معهم، اقول لك ممكن، لكن بتحصل او ما بتحصلش؟ بتحصل من الزوجة احيانا ولا لا؟ كتير في بقى شايفين دلوقتي يقول لك احيانا الزوجة بتقول الكلام ده، لما تقول لي جزءها هات فلوس يقول لها معيش، تقول له خلاص اشوف حد يصرف علي، بتحصل. او تعاير تقول لي، يقول لها هات المصاري عشان لبطني عشان لبطني، يقول لها ما فيش جاتك الحمد لله، ده مش منك، انا لو اعتمدت عليك ما كناش خلفنا. مش بيحصل، لكن هنا في الف عقاب، يعني بيت اهلها يزعلها يضربها، لكن ما توصلش للقتل. نيجي للنصايح اللي استفدناها من الحلقه. فين ابو غادة؟ فين ام غادة؟ فين اخوات غادة؟ كان لازم يعرفوها الصح من الغلط، تعمل ايه وما تعملش ايه، تقول ايه وما تقولش ايه. الزوج خطوط حمراء، ما ينفعش واحده تعير جثه بفاره او تقول له اللي ببطني مش ابنك، او انا لو اعتمدت عليك ما كنتش خلفت اصلا، ما ينفعش. الا في نقاط الزوج لا يقبلها على كرامته ابدا ابدا. فالزوجه حتى لو صغيره امها هتعلمها، بس احنا للاسف ما فيش ام بتقول لبنتها دلوقتي تعملي وما تعمليش، كل همها بس اول ليله خلي بالك تعملي وما تعمليش، هو هم الام ده. لكن عشان تقول لها خلي بالك من جوزك وطباع جوزك واكل جوزك وشرب جوزك وغسيل جوزك وملابس جوزك وريحه جوزك، لا ما مش مهم، المهم تعمل ايه في اول يوم وازاي تقدري تاخدي حقك الشرعي، غير كده مش مهم. فنصيحه لكل ام، علم بنتك ازاي تحترم جوزها، ازاي ما تجرحش جوزها، ازاي ما تخليش جوزها تحسسه بالنقص، تعايره وتقول له مين قال لك اللي ببطن ده ابنك؟ مين قال لك ان انت قدرت ان انت تكون راجل معايا؟ مين قال لك ان ده واحد تاني كان بيصرف عليا وكان بينام معايا؟ ما ينفعش الكلام ده. غدا غلطت رحمه الله عليها، والزوج غلطان، كان لازم يعرف انه متجوز بنته صغيره، بنته صغيره ما تعرفش مسؤوليه زوج، مسؤوليه بيت وفتح بيت وحمل، كان لازم يصبر عليها شويه. ودي من المهم جدا يا جماعه، ما تجوزوش ولادكم غير في العشرينات، تكون كبرت ووعت وعرفت ايه الصح وايه الغلط، تقول ايه وما تقولش ايه، لكن في السن ده ما نعرفش.
أما بالنسبة لأهل الزوج، أنتوا غلطانين، شايفين ابنكم دايما بيتخانق مع مراته في أول سنة، ادخلوا اصلحوا فهموه وعوه عرفوه إزاي يقدر يربي مراته من جديد ويعلمها الصح والغلط. يا جماعة دي دروس مهمة جدا، درس ساعة مع حنفي، أنا بقدم النصيحة ويا ريتني استفيد بيها. ولله الأمر من قبل ومن بعد. أشكركم.